وينضم إلينا من عمان الخبير في شؤون الشرق الأوسط بجامعة هارفرد الأمريكية سيد جاستن دارجن. سيد دارجن، برأيك هل ما يحدث في سوريا هو انتفاضة أم مؤامرة أم محاولة لتغيير السياسة في المنطقة برمتها؟ مرحبا. أنا أظن يعني هذه مشكلة يعني لا يزال يعني يجري في سوريا حتى حيكون التصليح يعني مقبول بالنسبة للشعب السوري. المشكلة الأكبر مشكلة الحين في سوريا يعني إنه الشعب السوري ما يقبلون التصليح حكومي، ويعني يفكرون يعني إنه الحكومة بس تبغى الوقت يعني للمستقبل يعني حتى المظاهرات يعني تخفف. أنا أظن يعني نحن حنشوف يعني حتى للمستقبل المشاكل يعني في سوريا والممكن الانتفاضة، وحتى الانتفاضة يعني حتنشر حتى للمدن أخرى بداخل سوريا. نعم، الغرب يقول أنه لا يريد من سوريا سوى تغيير سياستها بالمنطقة، وأن قضايا الحريات وحقوق الإنسان يعني هي مجرد أدوات للضغط على سوريا للوصول إلى هذا الهدف. والأظن يعني طبعا الغرب دائما يقول يعني يريد حقوق الإنسان يعني منتشرة في العالم، بس كمان بخصوصا في الشرق الأوسط موجودة الحقيقة. وبالنسبة للسياسيين الأمريكيين وحتى السياسيين الأوروبيين يخافون عن الخريطة لسوريا للمستقبل علشان هذا غير معروف. الحكومة السورية الحين معروفة، حتى الغرب يعني ممكن ما يحبها بس لا يزال معروفة. المشكلة في سوريا الحين بالنسبة للغرب بالنسبة لأمريكا والأوروبا ما يعرف يعني شنو يتوقع للمستقبل بالنسبة لسوريا. أنا أظن يعني حتى للمستقبل الغرب يعني حيشوف أو حيرد يعني للوضع في سوريا خطوة بخطوة، وإذا العنف يعني في سوريا يزيد ثم نحن حنشوف الغرب ممكن حيحط على سوريا أكثر من عقوبات وللحصار وإلى آخره. بس حتى الحين الغرب يعني حيمشي يعني بطء يعني بالنسبة لردود الفعل للشؤون السورية. نعم، بحكم اهتمامك بالقضايا العربية وخاصة قضايا الشرق الأوسط، كيف يمكن فهم الموقف الأمريكي حيال ما يحدث في سوريا؟ ألا يتأثر بالموقف الإسرائيلي؟ طبعا في أمريكا كانت موجود الدعم لإسرائيل للسنين. إسرائيل يعني مهم يعني بالنسبة للسياسة الأمريكية، بس في نفس الوقت يعني السياسيين الأمريكيين وبخصوص الرئيس باراك أوباما هو يظن يعني إذا حيكون السلام ثابت يعني في فلسطين والشرق الأوسط لازم يكون يعني الخريطة مختلفة للمستقبل. هذا سبب الرئيس باراك أوباما هو قال يعني لازم إسرائيل يترجع إلى الحدود 67. أظن يعني في أمريكا الحين يعني يخاف يعني إذا الإسلاميين يعني يتحكمون يعني في سوريا، بس في نفس الوقت يعني يشوف هذا الشعب إذا يدعم إسرائيل 100% حتى المستقبل. الحين يعني من الجانب الأمريكي نحن حنتوقع يعني حيكون ضغط شوي على الموقف الإسرائيلي وما يدعم إسرائيل 100% للموقف متشدد يعني بالنسبة للمستوطنات وإلى آخره. أظن يعني هذا حيكون جزء مهم بالنسبة للسياسة المستقبلية يعني في أمريكا. نعم، كثر الكلام في الآونة الأخيرة عن النموذج التركي أو الإسلام التركي وعن رغبة لدى الغرب في تعميم ذلك في كل الدول العربية. هل الأوضاع تسير فعلا بهذا الاتجاه أم أن هناك كذلك النموذج الباكستاني بالتحالف بين العسكر والإسلاميين؟ إذن بنظرك أي نموذجين سيتم تطبيقهما في المنطقة العربية والإسلامية؟ نعم، ولازم علينا نتذكر الشرق الأوسط العالم العربي مختلف من تركيا. تركيا كان عندها مشروع
إعلامي يعني لتقريبا بعد سقوط الحضارات العثمانية. So هذا تقريبا 80 سنة. بس في الشرق الأوسط في العالم العربي ما كان عندنا نفس مجموعة يعني زي تركيا. So ما أظن في العالم العربي حنشوف يعني نفس الخطوات يعني مثل في تركيا بالنسبة للنظام العلماني. بس في نفس الوقت يعني باكستان بلد مختلف يعني تماما من العالم العربي، علشان يعني في باكستان يعني موجود الحرب يعني في أفغانستان، ولهذا الضغط يعني بداخل الشؤون الباكستانية الداخلية في نفس الوقت. So أنا أظن إذا نحن نشوف العالم العربي ممكن يعني مثلا إذا حيكون التغيرات، ممكن التغيرات حتكون مثلا حيكون الدور بالنسبة الإسلاميين يعني في الحكومة يعني في المستقبل أو حاجي. بس أنا ما أظن يعني حيكون الفوضى زي فوضى يعني في باكستان، أو حتى يعني حيكون الحكومة علمانية زي في تركيا. أظن يعني في الشرق الأوسط يعني هذه منطقة يعني مختلفة يعني من البلدين. نعم، من عمان الخبير في شؤون الشرق الأوسط بجامعة هارفارد الأمريكية السيد جاستن دارغن، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.